نادي بيراميدز ومصادر اكدت نيه نادي بيراميدز لضم اشرف بن شرقي اللي تداول اسمه في الفتره اللي فاتت اما ان يكون احد العائدين لنادي الزمالك، ولكن هناك نيه واضحه لنادي بيراميدز وحصل تعاقد شفوي بين اللاعب ووكيله وكمان اداره نادي بيراميدز للحصول على خدماته لموسم جديد. الكلام راح لحد مليون دولار في الموسم، لكن اشرف بن شرقي رد قال انا محتاج 1,400,000 من أجل الموافقة على العرض والتواجد بقميص السماوي لفترة انتقالات صيفية قادمة واضحة لنادي بيراميدز. حتى الآن الكلام لسه ما انتهاش والتعاقد لسه ما تمش، ولكن دي نية واضحة بين الطرفين حابين نعرضها لحضراتكم. محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلي بدأ المرحلة الأولى من التأهيل عقب إجراء طبعا جراحة الرباط الصليبي اللي نجح بفضل الله تعالى في ألمانيا تحت إشراف جهاز طبي متخصص في العظام. سلامات لأبو جبل، قد أصيب في مباراة البنك الأهلي أمام طلائع الجيش في الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري، اتصاب بسببها وبعد كده بعد خالص، وكان في يعني تصريحات إن هو ممكن يجيب من 6 ل 8 شهور حسب طبعا كفاءة العضلات حالة اللاعب. طبعا هي بتفرق، في لعيبه بترجع في 4 وفي لعيبه بترجع في 6 وفي لعيبه بترجع في 8، لكن في الاخير ايهما، نتمنى الشفاء العاجل لواحد من نجوم حراس المرمى الكبار محمد ابو جبل وحارس مرمى نادي البنك الاهلي.